ومن جهتها تشهد ولاية باجة تطورا في عدد الإصابات لمؤسسات تربوية، وهو ما دفع الفرع الجهوي لنقابة التعليم الثانوي للمطالبة بتعليق الدروس. التفاصيل في تقرير محمد علي العياري ومحمد عزيز التوجاني. ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الوسط المدرسي في باجة، إصابات أصبحت تمثل هاجس الإطار التربوي والأولية، مما دفع نقابة التعليم الثانوي للمطالبة بتعليق الدروس. لاحظنا في الأيام الأخيرة إذا نسق تصاعدي خطير وخطير جدا، إذا هناك عديد الأقسام وقع غلقة في مختلف معتمديات جهة باجة، وهناك بعض المؤسسات وقع غلقة تماما على غرار إعدادية ابن سينا عمدون والمعهد النموذجي بباجة، والأرقام مرشحة لمزيد نقول نحن الارتفاع. وأمام هذا الوضع بطبيعة الحال نحن نكرر مرة أخرى لوزير التربية أنه يتخذ القرار الجريء في اتجاه حماية إذن الأسرة التربوية من هذا الوضع الوبائي الخطير، رغم إذا التحاليل وجهود وزارة الصحة، ولكن حجم الإصابات كثير وكبير وكبير جدا، ولا يمكن أن نعالجه إلا بقرار يستهدف إذا كسر حلقة العدوى، وهو تعليق إذا الدروس والنظر في رزنامة ما بعد إذا هذه الوضعية. العديد من الأقسام والمؤسسات التربوية أغلقت أبوابها نتيجة تفشي فيروس كورونا، وهو ما زاد من مخاوف المدرسين. مستعدين نتفاعلوا إيجابيا بطبيعة الحال لاستكمال السنة الدراسية، ولكن في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذا الصمت إذن المريب لوزارة التربية، إذن نحملها المسؤولية كاملة لما سيحصل في مؤسستنا التربوية. حتى الأقسام اللي تقرأ اللي كنا سيد وزير التربية وصلت الإشراف على علم، حتى الأقسام اللي قاعدة تقرأ راهي تقرأ بعدد كبير من الغيابات، وهذه الغيابات إما مصابين تلامذة مصابين وإلا تخوفا من الإصابة. إذن وضعية المؤسسات التربوية وضعية فوضى عارمة، وبالتالي الأمر يستدعي إذن اتخاذ قرار جريء في اتجاه حماية الأسرة التربوية. ولاية باجة ورغم تطمينات السلطة الجهوية بالسيطرة على الوضع الوبائي، إلا أنها تشهد كباقي الولايات ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات، والذي استهدف أكثر المؤسسات التربوية.